السلام عليكم. اليوم سنعرض لكم 7 منتخبات لا تصدق عدم وجودها في كأس العالم 2018. ولكن قبل البدء قم بالضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. سابعا إيطاليا. بالرغم من عدم تصديق الكثيرين لهذا إلا أنه حقيقة، فهذا المنتخب العملاق لن يكون في نسخة كأس العالم بروسيا، وهذا الشيء لم يحدث منذ 60 عاما. وبالتأكيد بوفون أسطورة الحراس لا يستحق تلك النهاية المؤسفة. وبالنسبة لنا كمتفرجين لن نستطيع مشاهدة الكرة الإيطالية الرائعة التي تجعلنا مجانين لها، فإيطاليا وقعت في فخ التعادل أمام المنتخب السويدي، ولهذا سنفتقد لمسات الطليان المذهلة. سادسا تشيلي. المنتخب التشيلي المكون من فيدال وأليكس سانشيز وغاري ميدل أيضا لن يكون في نسخة روسيا 2018 بعد خروجه من تصفيات أمريكا الجنوبية، وهذا الجيل من المنتخب التشيلي كان فخرا لأمريكا اللاتينية، ففي كأس العالم لسنة 2014 قدم أداء رائعا، وأيضا في كأس الكونفدرالية، ولكن في النهاية كانت نتائجه في تصفيات كأس العالم غير طبيعية، واحتل المركز السادس أسفل منتخب بيرو. خامسا هولندا. في كأس العالم 2010 وصل المنتخب الهولندي لنهائيات المونديال، وفي نسخة 2014 وصل إلى الدور نصف النهائي، ولكن في تصفيات المؤهلة للمونديال روسيا لم يحافظ على انتصاراته المتتالية حتى وصل إلى المباراة الأخيرة مطالبا بتسجيل 11 هدفا للصعود، بالطبع أمرا مستحيلا. لهذا في نسخة روسيا 2018 سنفتقد الكرة الهولندية لمهاراتها الرائعة. رابعا ويلز. بالرغم من أن هذا المنتخب لم يتأهل لكأس العالم منذ عام 1958 إلا أن كثيرين رغبوا في مشاهدته بهذه النسخة الروسية، لأنه يمتلك كل شيء ليكون ضمن الفرق للمشاركة في مونديال روسيا 2018، ولكنه لم يقدر على تحقيق هذا واحدة من المشكلات التي قابلته إصابة لاعبه المفضل غاريث بيل الذي يلعب ضمن الفريق الملكي ريال مدريد. سنفتقد سرعة هذا المنتخب الرائعة في النسخة القادمة. ثالثا بارغواي. الجميع يعلم أن أصعب تصفيات للتأهل تكون تصفيات أمريكا الجنوبية، لأنه توجد أماكن قليلة لفرق منافسة كثيرة مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. لهذا لم يستطع المنتخب البارغواي التأهل لنسخة روسيا 2018. ثانيا الكاميرون. لقب هذا المنتخب بالأسود الغير مروضة ولم يشارك في النسخة القادمة بالرغم من فوزه بكأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة، ولكنه فشل في التصفيات ولم يستطع تحقيق الهدف. ويتميز لاعبي الكاميرون بالتحاماتهم القوية وسرعتهم العالية، وبالطبع سنفتقد كل هذا. أولا سوريا. لم يحالفه الحظ في التأهل لكأس العالم بروسيا، حيث خرج المنتخب السوري بعد خسارته أمام أستراليا، ولكنه نال احترام الجميع بعد أدائهم القتالي والرجولي منذ البداية لتحقيق حلم المونديال، فقد حقق نتائج رائعة طوال مشواره في تلك التصفيات. بالرغم من كل الظروف التي قابلتهم إلا أنها لم تمنحهم من الوصول لتلك المرحلة من التصفيات. سنفتقد لمهارات اللاعب عمر السومة وبقية اللاعبين، ولكن يجب أن يفتخر كل العرب بتواجد 4 منتخبات عربية مشاركة في تلك النسخة: المملكة العربية السعودية، مصر، تونس، المغرب. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، شارك في التعليقات بأي من تلك المنتخبات كنت تتمنى بوجودها في مونديال روسيا 2018. إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.